السلام عليكم. اليوم غادي نوجدو دجاج اللي كيبغيوه الدراري في الطاجين مع الفخيت. اي فوالا، عندي جوج بصلات مقطعين رقاق، عندي جوج ثلاثة الصوص تاع الثومه، عندي نص حامضه مقطعه، جوج معالق تاع القزبر ومعدنوس، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الزعفران ولا الزعفران عود، جوج عواد تاع القرفه، نص معلقة ديال سكينجبير، وخمسة المعالق حتى ربعة المعالق ديال زيت الزيتون والملح. يلا نبداو. بسم الله. في الطاجين غنديرو البصلة، الدجاج، دابا غديرو الحامض قطع طريفات، وغادي نديرو الفصل. سمحوا لي راني شويه راني يدي كيشطحو غير بوحدهم. ثومه كبيره على واحد العصارة ديال الثومه، ولكن غادي ندير فانيو معاها. معلقة ديال البزار، نص معلقة ديال الخرقوم، أنا عزيز عليا الخرقوم عود، الواحد حسب الذوق ديالو، جوج عواد ديال القرفة بلدية، أنا عزيز عليا. نص معلقة تاع سكينجبير، هنا غادي نديرو زيت الزيتون، اللي ما بغاش يكثر منها يدير زيت نباتية عادية. شوية ديال الملح، ما تنساوش راه الحامض مالح، السيترون اللي درنا مالح، نديرو غير شوية ديال الملح، نص معلقة. دابا غنردو كلشي يتقلى ويطيب ونوريكم ابخي. ها هو كيتقلى، هيا يتقلى شويه مزيان، دخل فيه شويه ديك العطريه، غنقصو عليه البوطا مزيان وغنخليوه يطيب. اللي عنده الفخر كيبغي يطيب على الفخر مزيان، ما عنديش الوقت نطيبو على الفخر، غنديروه على البوطا، غير ما تكونش البوطا مجهدة باش ما يحرقش وصافي. دابا غنخليوه واحد الساعة ونص تقريبا حتى يطيب، يطيب مزيان ويدغمر، ونتلاقاو من بعد. ها هو كيتقلى، هيا يتقلى شويه مزيان، دخل فيه شويه ديك العطريه، غنقصو عليه البوطا مزيان وغنخليوه يطيب. اللي عنده الفخر كيبغي يطيب على الفخر مزيان، ما عنديش الوقت نطيبو على الفخر، غنديروه على البوطا، غير ما تكونش البوطا مجهده باش ما يحرقش وصافي.
دابا غنخليوه واحد الساعه ونص تقريبا تيطيب طيب مزيان ويدغمر ونتلاقاو من بعد. كيلو تاع البطاطا 6 ديال الحبات كنقولوا يكونوا كبار ديال الفخيت مع الطاجين. ما كنبغيش الفخيت كونفلي كنبغي الفخيت فرميزو ديال الدار. هاد ديالنا اللي تقريبو دابا صافي غنزيدو ليه غير واحد شوية ديال الماء ونقصو البوطة بشوية بالمهر غير شوية هاكا شي ربع كاس صافي. دابا نخليه يطيب على خاطرو حيت راه البصلة والدجاج غيطلقو الماء صافي. الطاجين تبارك هو كيطيب بشوية بشوية عليه خصنا نعاودو نرمي واحد طريف ديال الطحان خبيزات باش غادي ناكلو الطاجين.